أعلنت السلطات في هونغ كونغ عن إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بسبب إضراب موظفي المطار وانضمامهم إلى آلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في وسط المدينة. الاحتجاجات تسببت بتعطيل حركة المترو كذلك وإغلاق العديد من الطرق السريعة والأنفاق إضافة إلى طرق السكك الحديدية. وكانت الاحتجاجات قد بدأت في حزيران يونيو الماضي بسبب تعديلات أقرتها الحكومة على قانون تسليم المجرمين إلى الصين. يطالب المحتجون اليوم باستقالة الحكومة وإجراء إصلاحات ديمقراطية.